بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك علما نافعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم يا رب العالمين. اليوم إن شاء الله رح نبدأ في بعض خصائص الأشكال الهندسية عن طريق وحدة الهندسة الإحداثية. رح نبدأ اليوم إن شاء الله يا عاشر بخصائص مثلث واحد. طبعا نظريات أو مبرهنات خصائص المثلثات إحنا أخذناها بالصف الثامن والصف التاسع، هي مش جديدة عليكم. الجديد انه احنا كنا في الصفوف السابقه ناخذها عن طريق هندسه المسلمات، يعني تكون عندك الاطوال معلومه وجاهزه، ونوجد طول ضلع ناقص او طول زاويه او طول او قياس عفوا زاويه. الجديد انه راح نستخدم او نطبق او نناقش هاي الخصائص عن طريق الهندسه الاحداثيه. طبعا انا ما عندي قانون للدرس، أنا عندي مبرهنة، هاي المبرهنة راح أشتغل عليها عن طريق قوانين في الهندسة الإحداثية سبق وأخذناها بالصف التاسع وإشي أخذناه في الجزء الأول من الوحدة. راح نستخدم هون أساسيات جدا مهمة وأذكرك فيها. أول إشي المستقيمات المتوازية، دائما ميلهما متساوي، هاي لازم معلومة ما تنساها. كمان قانون نقطة المنتصف، قانون نقطة المنتصف اللي هو مجموع السينات عتنين مجموع الصادات عتنين. كمان قانون المسافة بين نقطتين، فرق السينات تربيع زائد فرق الصادات تربيع تحت الجذر، وأيضا الميل فرق الصادات على فرق السينات. هاي المعلومات جدا مهمة. مبرهنتنا بتحكي يا عاشر طول القطعة المستقيمة الواصلة بين منتصفي ضلعين في المثلث تساوي نصف طول الضلع الثالث. أنا متأكد إنكم كلكم في مخكم رحتوا كملتوها وحكيتوا وتوازي، فعلا هي توازي، ورح نثبت ذلك في الضلع في الفرع الثاني من التدريب. هي فعلا توازي واحنا اخذناها في الصف الثامن والصف الثالث كان لها تكملة، في الصف الثامن والصف التاسع كان لها تكملة وتوازي. برافو. طيب شو يعني، شو معنى هاي المبرهنة؟ المبرهنة انه بيكون عندك مثلث زي ما انتم شايفين هون. هذا المثلث جينا على الضلع اللي امامي ونصفته. هلا أوجدت نقطة المنتصف تبعته فصار الضلع هاد يساوي الضلع هاد. جيت أيضا على الضلع هذا ونصفته فصار هذا الضلع يساوي طول هذا الضلع. وصل بينهم فطول القطعة المستقيمة هاي، طول القطعة المستقيمة هاي الواصلة بين منتصفي ضلعين رح تساوي نصف طول الضلع الثالث. يعني هذا الضلع طوله 10، هذا الضلع طوله 5، نص العشرة كم؟ 5. على فرض هذا الضلع طوله 4 فهذا الضلع ضعف هذا الضلع بيساوي 8، ويوازي فعلا هي هذا الضلع يوازي هذا الضلع، يوازي هذا الضلع. هلا يا عاشر انا راح اطبق المبرهنه عن طريق قانون عن طريق هذا التدريب. هذا التدريب موجود في الكتاب، هو مو راسم لك الرسمه، هو معطيك اسم المثلث نون ميم لام، ومبلش طالب منك طول القطعة المستقيمة الواصلة بين منتصفي الضلعين. جيت أنا شو عملت؟ رسمت الرسمة على السبورة، بعدين حددت طول، حددت إنه ألف، أو أنا فرضت إنه ألف تقع في منتصف ميم لام، فرضت إنه باء تقع في منتصف نون لام، وصلت بينهم. هلا طالب مني السؤال أوجد هذا الطول، أوجد هذا الطول، تمام يا مس؟ طيب هذا الطول عشان أوجده بقدر أوجده بطريقتين. طريقة صف تاسع إني أوجد إحداثيات نقطة منتصف ألف وإحداثيات نقطة منتصف باء، بعدين أوجد المسافة بين النقطتين اللي أنا أوجدتهم وأوجد طولها. لكن أنا بدي أطبق على نظريتي، بدي أطبق على نظريتي. نظريتي بتحكي طول القطعة المستقيمة الواصلة تساوي نصف طول الضلع الثالث، نصف طول الضلع الثالث. هلأ شو بعمل أنا يا أمي؟ الحل. هلا انا معناها بدي طول الف باء، بدي طول الف باء، طول الف باء يساوي نصف
طول الضلع الثالث. هلا على فرض انا مو راسم الرسمه، كيف بدي اعرف شو اسم الضلع الثالث؟ بتيجي على التسميه، شايفها اللي بكون هو معطيك اياها، بتروح بتشطب الرمز المتشابه، اشطب الرمز المتشابه. شو بصفي عندي؟ بصفي عندي ميم نون، فعلا هي ميم نون. اذا طول الف باء نص ميم نون. هلا نص ميم نون يساوي نص في، كيف طب اطلع طول ميم نون؟ عن طريق قانون المسافه بين نقطتين، سين 2 ناقص سين 1 تربيع زائد صاد 2 ناقص صاد 1 تربيع. تمام؟ هلا الف باء تساوي نص في جذر، خلينا نعوض، 7 ناقص 3 هيني انا سميت لك اياهم على الرسمه، زائد تربيع طبعا، زائد 3 ناقص 5 الكل تربيع، ويساوي تحت الجذر 4 نص، طبعا هون نص 4 تربيع زائد سالب 2 تربيع. ألف باء تساوي نص في جذر 16 زائد 4 وتساوي نص في جذر العشرين. هلأ جذر العشرين، جذر العشرين يساوي 4 في 5، جذر العشرين بساوي 4 في 5، فبنحكي نص في جذر الأربعة في جذر الخمسة، وانتو عارفين انه الجذور تتوزع على الضرب، ويساوي معناها طول ألف باء يساوي نص في 2 اللي هو من جذر الأربعة في جذر الخمسة. هاي وهاي بتروح، 2 مع 2 بتروح، بصفي عندي طول ألف باء يساوي جذر الخمسة وحدة، بصفي تمام. هلا الفرع الثاني شو طالب مني؟ بحكي لي بين أن القطعة الواصلة بين منتصفي نون ميم، بين منتصفي نون ميم، طلعوا علي، بين منتصفي نون ميم، والنون ميم نون ميم هيها، معناته أنا بنصف هاي، خلينا نسميها جيم، تمام؟ وميم لام، ها ميم لام اللي هي نفسها مين؟ ألف، خلينا نغير لونها، نغير لونها بتصير ألف، توازي نون لام، معناته هاي القطعة هيك لازم توازي أو أثبت إنها توازي هاي القطعة، بدي أثبت إنه في هون في توازي، تمام؟ طيب هلأ عشان أنا أثبت إنه في توازي أنا بحاجة لإيجاد الميل، حكينا التوازي بده ايش؟ بده ميل، تمام. هلا ميل نون لام سهل، ما عنديش فيه مشكله، بحكي ميل، ميل نون لام يساوي دلتا صاد على دلتا سين، يعني صاد 2 ناقص صاد 1 على سين 2 ناقص سين 1، ما عنديش فيه مشكله لانه احداثياته كلها موجوده، هي سين 2 صاد 2 خلينا نسمي هاي سين 1 صاد واحد، فبطرح بحكي 7 عفوا 3 ناقص من القانون ناقص 2 على 7 ناقص الناقص 1، شو بيطلع الجواب؟ 5 على 8، لأنه هدول مع بعض شو بيعطوني؟ هدول مع بعض بصيروا زائد وهدول مع بعض بصيروا زائد، إذا طلع ميل نون لام، نون لام يساوي 5 على 8. ضل عندي أوجد مين؟ أوجد ميل، ميل مين؟ جيم ألف، ميل جيم ألف، كم يساوي ميل جيم ألف؟ طيب نيجي هلا نجرب نطلع ميل جيم ألف، كيف بدي أطلع ميل جيم ألف؟ أول إشي لازم أوجد إحداثيات جيم، لاحظ إنه إحداثيات جيم مش معلومة عندي ولا إحداثيات ألف، عن طريق شو أطلعها؟ عن طريق نقطة المنتصف، بطلعها عن طريق نقطة المنتصف، فبحكي هون بدي إحداثيات جيم، جيم بدي سين فاصلة صاد تساوي معناها سين 2 زائد سين 1 على 2 صاد 2 زائد صاد 1 على 2، تمام؟ يساوي يلا افتح قوس. هلا اذا عندك جيم اين تقع؟ تقع على نون
ميم، معناها انت بدك تاخذ احداثيات نون واحداثيات ميم، فبنحكي 7 زائد 3 على كم؟ على 2.3 زائد 5 على 2. جمعهم مع بعض شو بيعطوني على السريع؟ يلا 7 زائد 3 10 على 2 5، ممتازين. 3 زائد 5 8 على 2 4، برافو عليكم. يلا نيجي نطلع هلا احداثيات مين؟ احداثيات الف. الف بدي سين صاد لإلها. هلا ما في داعي يا عاشر ارجع اكتب القانون، خلص انتو كبار. القانون هي تفق، بنطبق عليه مباشره. الف اين تقع؟ تقع على الضلع ميم لام، على الضلع ميم لام. بالتالي اذا انا راح اخذ احداثيات ميم واحداثيات لام. يلا ناخذ احداثيات ميم ولام، نحكي 3 زائد سالب 1 على 2، برافو. بعدين عندي 5 زائد سالب 2 على 2. بس انا عكست، اخذت سالب 1 على 3 وسالب 2 على 5، برافو عليك، ما في مشكله، لانه الجمع عمليه تبديليه. فبيطلع معي هون 2 على 2 فاصلة 3 على 2 ويساوي 1.3 على 2، ممتاز. هلا انا طلعت احداثيات الف واحداثيات جيم، تمام. انا هلا بحاجه لشو؟ بحاجه للميل، صح؟ انا بحاجه الى الميل، بدي اوجد ميل جيم الف او الف جيم، ما بتفرق، تساوي بدي دلتا صاد على دلتا سين. طيب خلينا نسميهم هدول، نسمي هاي سين 2 صاد 2، سين 1 صاد 1، ممتاز. هلا نطرح يلا 4 ناقص 3 على 2، وهون 5 ناقص 1 وتساوي. خليني اوحد مقامات مباشرة يا عاشر، خليني اوحد مقامات مباشرة، خليني احط هيك الأربعة على هون، 1 مضروب في 2 مضروب في 2، شو بيعطيني الناتج؟ بيعطيني 8 على 2 ناقص 3 على 2 على 4 ويساوي 8 ناقص 3 5 على 2 على 4. كيف هاي بحلها؟ ممتازين، بحط الكسر البسط كما هو، بحط البسط كما هو، نحول القسمة إلى ضرب، برافو. ناخذ مقلوب الكسر الثاني 1 على 4، تمام، برافو. شو بطلع الجواب؟ 5 على 8، بطلع الجواب 5 على 8، معناته أنا ميل ألف باء شو بيساوي؟ ميل ألف باء بيساوي 5 على 8. لاحظ إنه الميلين متساويين، الميلين متساويين، هون 5 على 8، معناته ميل نون لام يساوي ميل جيم ألف، هذا بدل على إنه ميم عفوا نون لام يوازي جيم ألف، وهو المطلوب. هيك أنا بكون أثبتت ذلك. هلأ مثل كل فيديو يا حبايبي، إحنا متعودين يكون عندنا واجب ولازم نلتزم فيه، الله يرضى عليكم. عندي واجب سؤال أول، سؤال ثاني، سؤال ثالث، سؤال رابع، كلهم هدول في صفحة 62. بستنى منكم تصوروا لي دفاتركم، تبعثوا لي الإجابات بحد أقصى يوم السبت مساء، زي الأسبوع الماضي السبت الساعة 5 إن شاء الله آخر موعد لتسليم الواجب. رح أدون أسماء الطلاب عندي وأبعثهم على جروبات الجروبات الرسمية للمدرسة، ويعطيكم ألف عافية.